هذا ما حدث في الشوط الأول كان مثيرا على المستوى التحكيمي ربما أكثر مما هو على المستوى الفني. شاهدنا فرص، شاهدنا أقام، شاهدنا أمور كثيرة، لكن لم نشهد أهداف الشوط الأول من هذه المباراة التي انتهى دون أهداف في هذا الديربي اللندني بين توتنهام وتشيلسي في شوط وقف فيه القائم في وجه فريق توتنهام. كثير من الجدل على الجانب التحكيمي كابتن محمد. شوط مكهرب، في تنشنة، عصبي، مدني، وده يفيد توتنهام ما يفوتش تشيلسي، لأن نوعية اللعيبة بتاعت تشيلسي لعيبة كورة، ما تخشش في الصراعات الثنائية، الصراع البدني. وفي مهزلة تحكيمية. خلينا نشوف الحالة التحكيمية وأخذ رأيك ورأي كابتن حاتم في الحالة. كان في مطالب بركلة جزاء لفريق تشيلسي، كان في مطالب بركلة بأيضا بطاقة حمراء على تياغو سيلفا، ثم بطاقة حمراء احتسبت ثم ألغيت من زياش. سنشاهد الحالات التحكيمية الشوط الأول الذي كان مليئا بالحالات التحكيمية، ونبدأ أول بركلة جزاء كان يطالب فيها رحيم ستيرلينج. أنا ما أشوفش إن يضرب الجزاء، يعني هي يعني ما اعتقدش ان هو شاطر، ما انا اشوف ان هي مش ضربه جزاء. حاتم اتفق مع محمد، هي اللمس موجود، اللمس بالنسبه للمدافع في لمس طفيف على رجل اليسرى للستيرلينج، لكن وقوع ستيرلينج كان مبالغ فيه. في لمس يعني شاطه، يعني رجل تحركت الرجل، اللمس موجود لكن خفيف، انا اعتقد انه خفيف، اللمس موجود. لكن هنا الطعم جيد الدوري الانجليزي في السوفت بالنسبه للحكم في تقديره، فلا يعمل جزاء الكثير منها. في نفس الحاله لو كانت خارج المنطقه تحتسب خطا ولا لا؟ الحكم يبقى جريء انه يحسبها فاول. لا انا سيدي، لو خارج منطقه يعني انت في خارج المنطقه هذه فاول ولا لا؟ فاول، لكن لا فاول، لا اعطيك شيء، فاول لو داخل منطقه ركله جزاء، لانه في ركله الجزاء يبقى ينتظر الفار، في المخالفه لا ينتظر الفار، في المخالفه يعمل مباشر، لا المخالفه لا يتدخل الفار في المخالفه، تدخل الفار اذا كانت كارت احمر، ففي المخالفه قادر انه هذا يعلن عليها مخالفه لانه لا يتحكم في زاويه الرؤيه بشكل كبير، لكن هنا الحكم يبقى ينتظر الفار في القرار، فيبعد المسؤوليه على نفسه. طيب انتم متفقين انه لا وجود لركله جزاء. دعونا ننتقل للحاله التاليه وهي حاله المطالبه ببطاقه حمراء كانت على تياغو سيلفا اثناء كره حره ثابته كانت لمصلحه فريق تشيلسي. كابتن محمد، طرد هنا استخدام مرفق الكوع من تياغو، طرد لاحظ ال على روميرو حركه كوع، حركه الكوع ليس يعني مرتب كويس ففلت من الطرد بس جات له الاصابه. طيب انتم متفقين ان في بطاقه حمراء ولا لم تحتسب على تياغو سيلفا لهذا التقدم او بهذا التدخل بالمرفق على روميرو؟ دعونا نشاهد ايضا حاله اللحظات الاخيره من هذه المباراه في شوطها الاول وهي الحاله الغريبه على مستوى التصرف، التاخر لفتره طويله ثم الذهاب للحكم المساعد للحديث ثم العوده بالبطاقتين صفراوين ثم بحمراء على زياش ثم العوده للباص ثم الغاء كارت الاحمر. ما زال معنا برا الهواء، انت قلت ايه؟ فوضى ومهزله. لا لا ما زال داخلين مشكله مع الحكم، لا فوضى انا فوضى ومهزله. لا الغريب التصرفات صح، بس تيجي انا ليه انا قراري انا بحب زياش بس هو طرد كارت الاحمر صحيح، الحكم كان رهيب بيه ورحيم بيه. فاكر محمد بس هو الحكم كان يفترض ان يذهب للفار قبل ان يعطي البطاقه الحمراء، لان اصلا اعطى البطاقه الحمراء بعد تقريبا دقيقتين وثلاث دقائق من توقف اللعب. المساعد يعني انتظر المساعد اللي وراه في خطا، المساعد مساعد الحكم، لانه هو عمل حوار مع المساعد الاول، فالمساعد قال له كلام، فهو راح على بناء كلام المساعد خد القرار الاول، لما الفار تدخل قال له لا روح شوف، فراح لاغي الكارت الاحمر ومديله كارت اصفر. فانت قبل كل الدوشه دي او قبل كل القرارات دي ما انت لازم تاخد كل الاجراءات الصحيحه قبل ما تعلن قرارك الاخير. بس هو في ضرب، في ضرب ده محمد عليك ليه؟
يعني انا اشبه اقرب للكف صراحه. لا 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 يا محمد شوف يا اخي يا اخي اداله واحده ايه؟ مش قوي لكن الحكم كان ينظر الى الحاله. الاشكال انا اعرفت تمركز الحكم كان خاطئ في تمركزه. غالبا دائما الحكم في مثل الحالات يسحب نفسه ويبقى ينظر الى الحالات فيكون مسيطر على ردة الفعل. لاحظ الحكم كان قريب من اللاعبين فبمعنى في بعض اللكمات وبعض لا ينظر إليه. لاحظ التصرف الحكم كان ظاهر للاعبين في شون اللاعبين فأنا الحكم كان من المفروض هو ملعب نفسه صراحة الأحسن كان يمين ويسار وراء العتب على إعطاء البطاقة الحمراء قبل عودة الفار. الإشكال أنا يمكن محمد على المستوى أنه الحكم الخط هو اللي يمكن أعطاه إشارة أنه زياش يستحق كرت أحمر ثم انتظر تدخل الفار أنه زياش لا يستحق تعالى وشاهد أنه زي لم تكون اللكمة قوية. طيب محمد شوف أحمر تشوفها لا صفت شوية يا رجل تعالى أنا أحمر أحلى تيكو تبدأ أنتقل إلى ومبي إلى بقية خضرة حيث نهاية كأس الرابطة هذه الأمسية.